يقول كيف نعرف الله؟ تعرف الله عز وجل بآياته الكونية، تأمل في خلق السماوات والأرض، تأمل في مخلوقات الله، وتعرف الله أيضا بالنظر في آياته القرآنية والأحاديث النبوية. تعرف الله من القرآن ومن السنة بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وكيف وصف الله؟ الله جل وعلا يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم.